يتفضل الأستاذ الدكتور أحمد عبد الخالق سلامة لمناقشة الباحث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم نورا يضيء للعلماء طريقهم، والشكر للعلي القدير الذي يسر لنا أن نسلك دروبا. أما بعد، أولا بشكر كلية الحاسبات المنصورة بحضورنا هنا وسام على صدورنا. بالنسبة أي عمل إنساني في الدنيا لابد أن يكون هناك قصور، ولا حقيقة مطلقة في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الجميع يطلب الكمال، يعني ولا كمال إلا الله. أي سيستم أو أي نظام في الدنيا لابد أن هو يكون له حاجتين. الأساس بتاع هذا السيستم والنظام، الأساس والمكونات. أي نظام لابد أن يكون له أساس ومكونات. الأساس طبعا أنا هتكلم عن موضوع الرسالة، أنا بتكلم عن دعم قرار واستخدام نظام. الجي اي اس طبعا انا سألت بنتنا وهسألها تاني، بقول لها ايه هو الجي اي اس؟ الجي اي اس هو نظام قواعد البيانات وتحليل البيانات واخذ البيانات التي يعرضها في شكل خرائط وجدول ورسم البيان. وجي جي اس هو جغرافيك انفورميشن سيستم، نظم معلومات. الاتصالات طبعا استاذنا الدكتور محمد عيسى ما سابش حاجه في، طبعا احنا بنتكلم عن بعض الحاجات الشكليه وبعض الحاجات الفنيه واللغويه. يعني انا بنصح ان اللغه لازم تتراجع يا دكتور، يعني ايه حد فني في اللغه يراجع الحاجات اللغويه الدكتور محمد قالها. احنا متفقين في بعض كل الحاجات، وانا كاتب الملاحظات والمفروض يتعمل في الشبكه. انا اللي لاحظته في معامل الارتباط، لما لقيت معامل الارتباط 2 انا قريتها كده، لما لقيت معامل الارتباط 2 انا يبقى الرساله بتاعتي مختلفه، انا قريتها في المقلوب. لا في صفحه هي 2 في صفحه اللي هي في صفحه موجوده بالعربي صفحه في اللغه العربي. طيب انا عايز اسال، ممكن تعرف يعني الرقم ده بالعربي ولا بالانجليزي؟ لا طيب انا اقول لكم حاجه بقى يا جماعه، ده سر خطير، ما فيش رقم انجليزي اصلا. الارقام اللي موجوده في الدنيا كلها هي الارقام العربيه والارقام الهنديه. الرقم ده مكتوب 2.0، انا اقراه من اليمين ولا من الشمال؟ ده انا بتكلم ان ما فيش، ما تقوليش ارقام انجليزيه، ما فيش رقم انجليزي. ادخل على الكمبيوتر بتاعكم هتلاقي كلها ارابيك نمبر. فانا بتكلم، انا لما لقيت الاثنين بصراحه معامل الارتباط، لما بدري ظاهره في المجتمع ولاقي معامل الارتباط 2، يبقى انا الرساله دي مش هبص فيها. انا بتكلم عن الشكليات، ممكن خطا، ماشي خطا مطبعي او خطا في الاتجاه، بيتكلم ماشي موجوده في الانجليزي. طيب انت حسبت الارتباط بين ايه وايه؟ ولقيتوا الارتباط ضعيف، صح؟ يبقى ووصيتم ان الارتباط ضعيف، وقلت ان القرار ان بياخدوا عشان الكثافه وعشان طيب ايه اللي انا اعمله عشان الارتباط اقويه؟ عشان يبقى الارتباط قوي، ما انا هدفي كله ان انا يبقى في ارتباط قوي. الارتباط هنا ضعيف، انتوا قلتوا ان هو ضعيف، هو اوتوماتيك من غير ما اقيس الارتباط منطقيا المكان اللي ما فيش فيه ناس مش هتعرف تبيع ولا هتعرف تشتري، منطقيا من غير ما اقيس معامل الارتباط، صح ولا ايه؟ طيب
اللي انت استخدمتي في الجي اي اس القيم المكانية، هل في حاجة اسمها الإحصاء الجغرافية؟ في إحصاء جغرافية يا دكتور؟ أول مرة أشوف المصطلح ده. في برانش جي ستاتستكس صح؟ في برانش جي ستاتستكس في الإحصاء أنواع كتير جدا برضه موجودة هنا بصراحة. أنا كل حاجة كاتبها هنا والتعديلات اللي هتتم هنا احنا بنتكلم كلام عنها. فكل حاجة موجودة هنا. هنا في بعض المراجع برضو الدكتور محمد أنا بدأت الدكتور محمد بدأ من أول أنا هبدأ من الآخر من الريفرنس. في حوالي 5 ريفرنس ما لهمش أي إشارات مرجعية في الرسالة. أنا محددهم هنا. راجعيهم برضو جايز أنا أكون غلطان برضو. يعني راجعي ال 6 و 15 و 17 و 31 كله مكتوب هنا. التعديلات في موضوع الشباتر الاشكال المرسومه، هل انت اللي صممتي كل هذه الاشكال ام استعنتي باشكال من بره؟ هي كلها انا بتكلم عشان نقطه، لان في اشكال مرسومه في الرساله استحاله الطالب يكون مصمم. لا انا لازم اعمل ريفرنس، اعمل اشاره ان دي في اي مرجع. الشكل ده كل الجراف اللي الدكتور محمد عايز اتكلم عليه انا مش عارف هل هو تصميمك ولا مستعينه بيه من بره من مكان تاني. اللي اخذته بس الحاجات الثانيه يعني انا حطها وغيرت. برضه هتشوف الحاجات اللي انت استعنتي بيها من بره تحطها في الريفرنس، يعني تشوف اللي هي الحاجات اللي هي الاشكال والفنيات معايا. انتوا لما استخدمتوا السيستم، هي البرنامج اللي معمول انت عملت صفحه واحده بس، الصفحه الاولانيه صح اللي هي ايه صفحه البرنامج اللي الدكتور محمد كان بيتكلم عليه. انا مش شايف حاجه بعدها السيستم نفسه. مش شايف حاجه بعدها. طيب عندكم الفيجرز كلها، هتشوف الايه الاشاره بتاعتهم انت مستخدمها منين، لازم تتحط في المراجع. صفحه 39 برضو في اخر السطر اقريه هتلاقيه ناقص كلغه، يعني كل ده مكتوب هنا. بعدين انا حاطط هنا من الافضل تقسيم الشباتر انا حاطط بالترتيب برضو عشان تبقى الرساله شكلها في حقنا كويس يعني. وانت اولا الرساله بتاعتك كده، يبقى انت الصوره كويسه بالنسبه لك يعني. والمراجع لازم المراجع اللي مكتوبه، يعني هم 31 مرجع قريتيهم؟ قريت ال 31 مرجع تمام. في اربع مراجع او خمسه مش موجودين داخل الرساله. طيب الحاجه الثانيه، انت نشاطي كم بحث في الرساله؟ واحد. مش مكتوب هنا ولا المفروض يبقى في ليست ابلكيشن في الاول في اول الرساله؟ انا الرساله ديت عشان تديني انطباع كمحكم من الرساله دي 12 منها ابحاث، يبقى انا بحط اول صفحه صح؟ صح يا استاذ؟ بحط اول صفحه عشان اخد انا اشوف الرساله دي 12 منها فيها. ده بالنسبه للحاجات دي. طيب الجي اي اس، في التوبولوجي في الجي اي اس ايه؟ هو التوبولوجي انت اشتغلت على البوليجون صح؟ طب ايه المدلول بتاعها يعني؟ التوبولوجي هو نظام حساب يستخدم تنظيم البيانات والاستفاده من المميزات الجوار، يعني مثلا تكون يعني لو صممنا مثلا مدرسه تنظم طريق الشوارع الطرق المباني. هو معناه ايه التوبولوجي؟ هو نظام حساب يستخدم تنظيم البيانات والاستفاده من ميزه تنظيم البيانات بجوار الشيء. هو حساب؟ طيب انا بقول برضه عشان ابنائنا توب اولوجي، هو توب قمه او مكان، اولوجي هو علم دراسه المكان، يعني انت بتدرسي مكان. ده التوبولوجي هنا في الجي اي اس بيلعب دور خطير جدا، واساتذتنا عارفين يعني
توبولوجي هو علم دراسة المكان أو المنطقة. المكان ده ممكن يبقى في المية، ممكن يبقى في الهواء، ممكن في الانفراد الإلكتروني، في ممكن ده التوبولوجي. طيب الجدول الإكسل صح؟ الإكسل أنت استخدمت اللي هي جدول الإلكترونية صح؟ طيب اشمعنا معامل الارتباط اللي درسناه بين البيانات دي؟ هل معامل الارتباط هيديني دقة او يوصلني النتيجة ان انا اطور سيستم او ان انا احلل نظام او اشمعنا الارتباط؟ طلع ضعيف. طيب اقول ضعيف وامشي اروح؟ وعن المكان وعن العملاء وعن الكلام. انا طيب لو انا الجاي اس في مشكله في مشاكل في الجاي اس ان بيبني او بيحول او التحليل كله شغال اصفر وحاي يعني ابيض واسود صح. طيب انا لما اكون داخل القاعه دي قاعد درجه الانتماء كام؟ واحد داخل القاعة. بره القاعة درجة انتماء بصفر. طب انا لو واقف على الباب في اراء تانية صح؟ ده اللي هو بقى الفازي توبولوجي على اساس يديني قرار ادق لوصف الشغل اللي انت بتعمليه او لاي باحث بيعمله. تمام؟ ان هو بيديني درجات للانتماء، ما عادش ابيض واسود. هيبقى في الوان. لان انا ممكن الجاي اس يديني وانا بحلل يا جماعه الجاي اس بياخد في اعتباره دايما المدن الكبيره والمراكز، لكن ما بياخدش في اعتباره القرى والقفور والنجوع. معايا؟ انا ممكن يبقى فيه كفره او نجع اقدر اقيم فيه المشروع بتاعي او احلله ويطلع لي نتيجه احسن من مدينه. يدخلوا تكنيك جديد في الجي اي اس توبولوجي واحنا شغالين فيه اللي هو النيتروسوفيك جي اي اس توبولوجي. النيتروسوفيك بيديني مساحه، بياخد درجات للتاكد وبياخد درجات لعدم التاكد وبياخد من يقف على الحياد ومقسمها ايضا الى درجات، فممكن اوصل لقرار امثل لان انا باخد كل الاراء في الاعتبار. انا لو بتكلم عن تجاره او بتكلم عن بناء شبكات او شبكه طرق شبكه كباري بقيس نفس الشغل بتاعك. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ الدكتور احمد سلامه. وبنطلب من الباحثه ننتظرنا شوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم الخميس الموافق 28/1/2016 وفي تمام الساعة 12 ظهرا اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الأساتذة أستاذ الدكتور محمد عيسى، أستاذ الدكتور أحمد عبد الخالق سلامة، أستاذ الدكتور حازم بكري لمناقشة الباحثة نعمة العبد شومان محمد المسجلة بضوابط الماجستير بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة، وقد قامت الطالبة بعرض موجز للرسالة وأجابت على أسئلة اللجنة، وتبين إلمام الطالبة بموضوع ومحتوى الرسالة، وبناء عليه توصي اللجنة بقبول الرسالة بعد عمل التعديلات عليها ومنح درجة الماجستير. صورة جماعية بس.